السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. صباح الخير أو مساء الخير في الوقت اللي أنت بتسمعني فيه. معاكم دكتور صالح عسوي، إن شاء الله هنشتغل مع بعض مادة الفسيولوجي ومادة الباثولوجي. قبل أي حاجة، أنا عارف إن بداية السنة بتبقى رخمة شوية، وخاصة بداية سنة أولى، علشان دراستك كلها كانت بالعربي ومرة واحدة بقت بالإنجليزي، ويا الإنجليزي اللي أنت كنت تعرفه ده إنجليزي مختلف وكلام غريب وإيه الناس دول. بس أنا عايز أقول لك والله إن مادة الفسيولوجي من أمتع المواد اللي أنت ممكن تقابلها في حياتك لو فهمتها صح. يعني هتفهم فعلا جسمك شغال إزاي، الطبيعي بتاع جسمك شغال إزاي، الأساس بتاع البطنة من الآخر. يعني هنمشي فيها خطوة خطوة بإذن الله، ودي تعتبر أول محاضرة. انا عارف انك مستصعبة وكده، بس عادي، انا مش هقلل من الكلام ده، يعني عادي خالص والله. دي اول محاضرة ولازم تفهم البداية كويس جدا. يعني صلى على النبي كده. وقبل ما نبدأ عايزك تجدد نيتك. يعني ايه؟ يعني عايزك تنوي خير، انك قاعد دلوقتي وبتسمع المحاضرة دي علشان تنفع نفسك تنفع أهلك وتنفع والديك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت ممكن تنوي نوايا كتير قوي وتؤجر عليها وأنت بتعمل نفس الحاجة، يعني فاهمني؟ فانوي خير كده، وربنا معكم يا رب ويوفقكم، وإن شاء الله الدنيا تبقى سهلة وبسيطة. يعني دلوقتي هنتكلم على إيه؟ المحاضرة الأولانية بتتكلم عن الفسيولوجي بتاع البلد. هنتكلم على الدم. بلد ده معناه الدم. اول حاجه خالص ممكن نتكلم عليها هو تركيب الدم، composition of blood، يعني تركيب الدم. هنعرفه ازاي؟ قال لك مفيش مشكله، احنا هنجيب واحد وهنروح شاكينه، خلاص، وهيطلع منه الدم، هنسحب من الدم منه يعني. وبعد كده هجيب الدم اللي لونه احمر ده وهحطه في جهاز طرد مركزي، حاجه اسمها centrifugation او السنترفيوج. الجهاز ده بيلف بسرعه كبيره قوي، فلما بيلف بسرعه كبيره قوي بيبدا يفصل مكونات الدم. فقال لك فصلها لي ازاي؟ فصلها لي بالشكل ده. لقيت عندي حته حمراء اهي، يعني لقيت 45% لونها احمر، تمام، ولقيت 55% لونها ابيض مصفر. طب ايه الحاجات دي يا دكتور؟ بص يا عم، اللون الاحمر ده هي كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء كاتب لك عليها اريثروسايت. كلمه اريثرو دي معناها احمر، يعني الاريثرو معناها احمر، وسايت معناها خليه، فدي خلايا الدم الحمراء اللي انت تعرفها من ابتدائي تقريبا. قال لك دي تمثل 45% من الدم، الخلايا بس. طب ايه اللي لونه ابيض مصفر ده؟ قال لك ده الباقي اللي هو 55% من الدم. ابيض مصفر اللي هو بلازما. ايه البلازما دي؟ دي ميه ضايف فيها شويه حاجات تانية، ضايف فيها شويه املاح، بتجري فيها هرمونات، بيجري فيها الاكل اللي انت بتاكله. قال لك في حته صغيره كده لو انت خدت بالك ما بين الاحمر وبين الابيض مصفر، حاجه كده بافي كود، حاجه كده برتقانيه شويه. ايه البافي كود ده؟ قال لك والله ده الليكوسايت والبليتلت. ايه الليكوسايت والبليتلت؟ ليكو يعني ابيض، سايت يعني خليه، ليكوسايت خلايا الدم البيضاء، الخلايا الدم البيضاء، والبليتلت دي الصفائح الدمويه. وراح عامل لك كده على الليكوسايت والبليتلت والاريثروسايت ده كله كده فورمد اليمنت، دي الخلايا يا شباب اللي بتكون الدم. خلاص، يبقى تاني كده، انا الدم بتاعي بيتكون من ايه؟ 45% من الدم خلايا دم حمراء، وخلي بالك دي نسبه كبيره جدا فوق ما انت متخيل، و55% بلازما، ونسبه قليله قوي خالص حاجه اسمها البافي كود، عباره عن خلايا دم بيضاء وبليتلت. عايز اقول لك السلايد دي هيبدا يتكلم لك عليها نفس الكلام بالملي في اربع سلايدات اللي جايين تاني، نفس الكلام. بص كده، كومبوزيشن اوف بلاد، تركيب الدم. قال لك والله انا عندي 45% ريد بلاد سيلز. يعني ايه ده؟ ريد يعني احمر، وبلاد يعني دم، وسيلز يعني خلايا، خلايا الدم الحمراء، اوف هول بلاد من الدم كله. يعني عندي 45% من الدم كله خلايا دم حمراء، وعندي حاجه اسمها البافي كوت، غطاء كده لونه برتقاني اقل من 1%، عباره عن بليتلت، صفائح دمويه يعني، وعباره عن وايت بلاد سيلز. وايت يعني ابيض، وبلاد يعني دم، وسيلز يعني خلايا، خلايا الدم البيضاء. و55% بلازما اللي هي عباره عن الميه.
وهتلاقي عامل لك ايه بقى؟ عامل لك الحته البرتقانيه دي وريد بلاد سيلز حاجه اسمها بيك سيل فوليوم او الهيماتوكريت. يعني ايه الجمله دي؟ يعني نسبه الخلايا اللي موجوده في الدم. يعني الكلاس بتاع دي عليها سلايدين يا شباب، قولها كده تاني معلش. ايه هي البيك سيل فوليوم دي؟ نسبه الخلايا اللي موجوده في الدم، بيك سيل فوليوم او الاسم بتاعها هيماتوكريت. يبقى انا عندي تاني كده ناكد مع المعلومه معلش. الكومبوزيشن اوف بلاد عندي 45% ريد بلاد سيلز خلايا دم حمراء، واقل من 1% خلايا دم بيضاء وصفائح دمويه، والباقي 55% بلازما. نفس الكلام تاني، تركيب الدم قال لك والله تركيب الدم لا اما بلازما لا اما سيلولار كومبوننت، مكونات خلويه، الخلايا يعني ايه الخلايا اللي عندي؟ عندي ريد بلاد سيلز خلايا الدم الحمراء، وايت بلاد سيلز خلايا الدم البيضاء، وبليتلت الصفائح الدمويه، وعندي بلازما. طيب البلازما يا دكتور عباره عن ايه؟ قلت لك هي عباره عن ميه دايب فيها حاجات تانيه، هي عباره عن ووتر بنسبه 90%. طب ايه الحاجات التانيه اللي دايبه في الميه دي؟ بص عندي شويه املاح، حاجه اسمها ان اورجانيك سبستنس. ان اورجانيك يعني مواد غير عضويه، يعني ما فيهاش ولا كربون ولا هيدروجين ولا اكسجين، اللي هي الاملاح يعني من الاخر، اللي هو قال لك زي الصوديوم وزي الكلور وزي البيكارب اللي هو او البيكربونات. ده بيمثل نسبته كام؟ 9%. والنسبه دي صراحه نسبه مهمه جدا جدا جدا. طب اشمعنى؟ دايما اما الواحد بيفقد الدم فانا بحاول اعوض له الدم اللي هو فقده، فانا عقبال ما اجيب كيس دم واشوف هل ينفع انقله له ولا ما ينفعش، بنقول له على طول محلول، محلول عادي خالص يعني زي ما بتشوف دايما في المستشفيات. طب المحلول ده غالبا بيكون محلول ملح. طب اما بدخل ميه في الدم انا كده هبوظ الدنيا، فهعمل ايه؟ قال لك بحط محلول ملح نفس التركيز الاملاح اللي فيه ده، احط 9% اللي هو يعني نفس التركيز بتاع البلازما، نفس تركيز الاملاح اللي موجوده في البلازما علشان الدنيا ما تتلخبطش. تمام؟ عندك بلازما بروتين، يعني عندي شويه بروتينات ماشيه في البلازما، ودي هنقعد نتكلم عليها كتير جدا. واهم حاجه اصلا البروتينات اللي بتمشي في البلازما نسبتها كام يا دكتور؟ 7.1 جرام في المية. سيبك من 1 من 10 دلوقتي، احيانا بيقول لك 7 بس، احيانا بيقول لك 7.1 من 10، 7.4 من 10، مش هتفرق. هو مش هيجي غلطك في الرقم، انت هتكون اصلا حافظ رقم كويس جدا. طب اشمعنى؟ اول حاجه عشان احنا في الدقيقه 7 دلوقتي. الحاجه الثانيه 7 ده رقم مميز جدا، ازاي؟ ربنا خلق 7 سماوات وخلق 7 اراضي والايام نفسها 7، الاسبوع 7 ايام يعني. امال هو هيخبطك في ايه؟ هيلخبطك في الحته دي، في الجرام. اي حاجه في الدم انا بقيسها بالملي جرام، الا حاجتين يا شباب، الا البروتينات بتاعت البلازما والهيموجلوبين بيتقاسوا بالجرام بس. طب زي ايه؟ قال لك زي الالبومين والجلوبولين والفايبرينوجين، هنتكلم عليهم دلوقتي ما تستعجلش. طيب دي مواد غير عضويه، في مواد تانيه عضويه، الاورجانيك نيوتريتيف سبستنس، مواد عضويه غذائيه. ايه الكلام ده؟ ده الحاجات اللي انت بتاكلها يا شباب، اللي هو مش انت بتاكل مثلا سكريات، بتاكل دهون، بتاكل بروتينات، الحاجات دي بتدخل المعده، بعد كده الامعاء، بعد كده تمتص، تروح فين بقى؟ في الدم. يعني الحاجات دي ماشيه في الدم عشان تروح للخلايا، بس هي دلوقتي فين؟ في الدم. فانا عندي مواد عضويه وعندي ويست برودكت. ايه الويست برودكت دي؟ دلوقتي الخلايا خدت خلاص الجلوكوز وخدت البروتينات وبدات تشتغل عليهم وخدت الاكسجين وشغاله، بتطلع بقى مخلفات، بقى بتطلع ثاني اكسيد الكربون، بتطلع حاجات هي مش عايزاها بقى خلاص. فبتعمل ايه؟ حدناها عينها يعني؟ لا، بترميها في الدم تاني، ويست برودكت. وعندي شويه هرمونات وانزيمات وفيتامين والحاجات دي 2%. يبقى هو عاوز يظبط لك النسب يعني، ده 7.1 من 10، 9 من 10 كده 8%، و2% 10%، و90% كده 100% بتاعت البلازما. تمام؟ يبقى تاني كده معلش، انا عندي يا شباب البلازما 90% منها ووتر، وعندي شويه بروتينات ماشيه في البلازما اللي هي 7.1 من 10، وعندي بقى حاجات غير عضويه اللي هي الاملاح، وحاجات عضويه اللي هي زي الاكل وزي الويست برودكت والهرمونات وكده يعني. طيب نفس السلايد تاني بيقول لك الدم بيتكون من ايه؟ تاني، الدم بيتكون من خلايا سيلولر اليمنت، خلايا وبلازما. الخلايا ريد بلاد سيلز خلايا دم حمراء، وايت بلاد سيلز خلايا دم بيضاء، وبليتلت صفائح دمويه. بيديك معلومه دلوقتي زياده مش مهمه قوي دلوقتي الصراحه. خلايا الدم البيضاء بتتكون من 5 حاجات، يعني خلايا الدم البيضاء دي 5 انواع من الخلايا،
ليمفوسايت خلايا ليمفاويه، مونوسايت خلايا وحيده النواه. انت خدت الكلام ده في ثالثه ثانوي اعتقد يعني، نيوتروفيل خلايا متعادله، ايزينوفيل بيزوفيل. ماشي. البلازما زي ما احنا اتفقنا معاك دلوقتي عندك ميه وعندك فيه 9 من 10 املاح ايونز، وعندك فيه مواد عضويه ومواد غير عضويه. مواد عضويه اللي هو الاكل اللي انت بتاكله، ودي الغير عضويه، وعندك فيتامينز وحاجات كده يعني، نفس الكلام اللي احنا خدناه فوق يعني انت فاهمني. وعندك شويه غازات زي ثاني اكسيد الكربون والاكسجين. هنتكلم دلوقتي على فانكشن اوف بلاد. بص كده عشان ما نتوهش من بعض يعني، نفهم ايه الموضوع احنا اتكلمنا عليه في المحاضره. احنا دلوقتي اول حاجه اتكلمنا عليها هو تكوين الدم، وعرفنا عباره عن خلايا وبلازما. ماشي. هنتكلم دلوقتي على وظائف الدم، وليه 4 وظائف كبار. تمام كده. وظائف الدم يا شباب، ايه هما ال4 وظائف؟ اول حاجه عمليه النقل، ترانسبورت، نقل الاكسجين. انت دلوقتي اتنفست والاكسجين دخل الرئه عندك، طيب ما هيدخل الرئه بعد كده يوصل لمين؟ للدم. فدلوقتي الدم هيكون مضطر ينقل الاكسجين من عند الرئه لكل انسجه الجسم، صح؟ النيوترنت المغذيات انت كلت، والاكل دخل المعده بتاعتك والامعاء وامتص، وجسمك خلاص خد الامعاء خد الغذاء ده كله، والدم والاغذيه دلوقتي موجوده في الدم، فالدم هينقل الاغذيه دي عشان يوديها للخلايا. وثاني اكسيد الكربون دلوقتي الخلايا خدت الاكسجين وخدت المواد المغذيه واشتغلت عليهم، هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك ثاني اكسيد الكربون وهتطلع لك مخلفات. مين اللي هينقلهم؟ برضو الدم عشان تخلص منه. يروح يوديهم للكليه، تنزلهم في البول مثلا، توديهم ثاني اكسيد الكربون يروح للرئه يطلع. هرمونات عندك الغده الدرقيه والغده النخاميه والغدد والاوفري اللي هو المبيض، الحاجات دي تعتبر غدد صماء بترمي هرموناتها في الدم. الهوميوستيزيس، وركز في الكلمه دي كويس جدا يعني، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هوميوستيزيس. لازم تفرق بينها وبين كلمه هيموستيزيس. بص، كلمه اسمها هيموستيزيس، ايه الفرق؟ يا دكتور انا شايف الاثنين واحد. لا، هما الاثنين مش واحد خالص. ستيزس، بص كده معايا، كلمه هيمو دي معناها دم، خلاص يعني مش هتقول بلاد، ما انا فاهم، لما اجي احط في نص الكلام بقول كلمه هيمو دي معناها بلاد، معناها دم يعني. ستيزس معناها توقف الدم. اما انت دلوقتي بتتعور وبتنزف، فيكون مهمه الدم ان هو يوقف النزيف برضه. عندك حاجه اسمها الصفائح الدمويه، بيعمل لك بلاد كلوتنج بريفنت بلاد لوس، يعني الدم بيبدا ان هو يتجلط علشان ما تفقدش دم كمان، يمنع لك فقدان الدم الزياده. طب حلو قوي، يعني انت فقدت دم اهو، طب هتقعد تفقد دم لحد امتى؟ لازم اوقف الدم ده. مين اللي بيكون بالوظيفه دي؟ مكونات موجوده في الدم اللي هي زي الصفائح الدمويه، بسمي العمليه دي هيموستيزيس، توقف الدم، خلاص. اما دي اسمها ايه؟ هوميوستيزيس. كلمه هوميو وستيزيس، استيزيس دي معناها ايه؟ معناها توقف او ثبوت. طب هوميو جاي من كلمه هوم اللي هي الوطن يعني، او المنزل. انا بثبت حاجات في الوطن بتاعك، بثبت حاجات في جسمك يعني، دي بتنظم لك حاجات في جسمك، حاجات كتير قوي بتنظم لك، 7 حاجات. هنا قال لك في عندك في المحاضره دي 3 حاجات بس، وخير وبركه وزي الفل ما فيش مشكله. بيظبط لك البادي تمبريتشر، بيظبط لك درجه حراره الجسم، ريجوليشن اوف الاكسترا سيلولار فلويد. يعني ايه اكسترا سيلولار فلويد؟ بص كده، دي مثلا ده وعاء دموي اهو، ودي شويه الخلايا، خلاص. شايف انت الجزء اللي بره الخلايا ده اللي هي الحتت دي بقول عليها ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد. هنا في سوائل يا شباب، خلاص، بره الخليه، فبقول عليها اكسترا. انا اكتبها لك، بص كده، اكسترا يعني خارج سيلولار، عن الخليه، خارج الخليه، السائل الموجود خارج الخليه. اكسترا سيلولار فلويد، فلويد يعني سائل. فهاخد دلوقتي اول 3 حروف، حرف الاي وحرف السي وحرف الاف من كلمه فلويد، تمام. فقال لك الايه؟ الاكسترا سيلولار فلويد. والبي اتش، انت عارف ان البي اتش بتاع الدم كام؟ 7.4. بيظبط لك البي اتش بتاع الدم بتاعك. تالت وظيفه معانا بروتكشن اوف ذا بودي اجينست الانفكشن، بيحملك الجسم ضد العدوى. عندك خلايا الدم البيضاء وعندك الاجسام المضاده، خدت طبعا شابتر كامل في الثالثه ثانوي اسمه المناعه انا فاكر.
خلايا الدم البيضاء والاجسام المضاده بتحميلك الجسم من البكتيريا والعدوى اللي بتجيلك يعني. رابع حاجه بوقف لك الدم، بريفنت بلاد لوس، اللي هي رابع حاجه. يبقى دلوقتي وظيفه الدم اربع حاجات، عمليه اسمها ترانسبورت، حاجه اسمها الهوميوستيزيس اللي هو بيظبط لك حاجات في جسمك، قلنا الحاجات درجه الحراره والاكسترا سولار فلويد والبي اتش والوايت بلاد سيلز والكلوتنج فاكتور. هتعرف الحاجات دي كلها بتحصل ازاي بالظبط يعني، حاجات دلوقتي وحاجات المحاضرات الجايه. في بقى سلايدين على حاجه اسمها البيك سيل فوليوم. بص كده تاني معلش، انا بتكلم على ايه؟ انا اتكلمت دلوقتي على الكومبوزيشن بتاع الدم، تركيب الدم ووظائف الدم، وهتكلم دلوقتي في سلايدين على حاجه اسمها الهيماتو كريت فاليو او البيك دي سيل فوليوم، اللي هي عباره عن ايه؟ قلت لك من قيمه شويه، هي نسبه الخلايا اللي موجوده في الدم. قال لك هي برسنتج ريشيو، هي النسبه بتاعت ريد بلاد كورباسل، يعني كرات الدم الحمراء، ما قالش سيلز يا عم عادي ولا يهم، ريد بلاد كورباسل، خلايا او كرات الدم الحمراء في الدم، في الدم كله. هتقول لي يا دكتور مش انت لسه قايل لي هي نسبه الخلايا للدم كله، يعني خلايا الدم الحمراء والبيضاء والبليتلت، حبيب قلبي الحمراء البيضاء والبليتلت نسبتهم قليله جدا، ما لهاش اي 30 لازمه في النسبه دي. فالنسبه دي اللي يهمني قوي هي نسبه كرات الدم الحمراء. فقال لك هي من الاخر كده، هي نسبه خلايا الدم الحمراء للدم كله كام؟ 45% لسه واخدينها. قال لك هنا في الطبيعي الهيماتوكريت فاليو ده بيكون 47% في الادلت ميل، وانت مش لسه قايل لي 45%؟ يا ابني الناس كلها مش زي بعض، في تفاوت ما بينهم. قال لك في الادلت ميل في الذكر البالغ بيكون 45 في 47%، في الادلت فيميل في الانثى البالغه 42%. دايما عدد كرات الدم الحمراء بيكون اقل في الانثى، اشمعنى؟ علشان البنت بينزل عليها المنسترويشن اللي هي الدوره الشهريه، فهي اصلا بتفقد دم على طول، او 40% في الاطفال. الهيماتوكريت فاليو هي البيج سيل فوليوم، اللي هي من الاخر نسبه كرات الدم الحمراء الى الدم كله. بقول لك في حاجات ممكن تغير لك في النسبه دي. قال لك النورمال اللي احنا عارفينه ان نسبه خلايا الدم الحمراء الى الدم كله 45%، دي النورمال ده الطبيعي خلاص. طيب هبقول لك الاصفر ده البلازما والاحمر ده الاريثروسيت، خلايا الدم الحمراء. ايه هي الانيميا؟ الانيميا يعني فقر الدم، اللي هو نقص عدد كرات الدم الحمراء، عدد كرات الدم الحمراء قليل اهو. فين؟ في الانيميا 30%. يبقى ما يقول لك الهيماتوجيت فاليو بيقل امتى؟ تقول له في الانيميا. طب امتى يزيد؟ في البوليسايسيميا. يعني ايه بوليسايسيميا؟ يعني زياده في عدد كرات الدم الحمراء. بص كده كلمه بولي يعني زياده او كتير، ساي دي معناها خليه، ايميا معناها دم، فزياده في عدد خلايا الدم الحمراء. عندي خلايا دم حمراء بالهبل، طب ليه تزيد؟ هتعرف الكلام ده قدام يعني. خلالك نسبه بدل 45 خلالك 70%. حاجه اسمها ديهايدريشن، هنا بقى النسبه برضو كتير قوي 70%. ديهايدريشن معناها جفاف. هنا انا ما زودتش خلايا الدم الحمراء يا شباب، امال انا زودت ايه؟ ما زودتش حاجه، انا قللت البلازما. ازاي قللت البلازما؟ انا فقدت البلازما في حاجات كتير، حاجات عملت لي جفاف زي الاسهال، الناس وخاصه الاطفال الصغيرين او العيال الرضع لما بيجي لهم اسهال كتير بتخاف قوي يحصل لهم جفاف، الصوت اصلا ما فيهوش دم، هيقعد يسهل يسهل يسهل، ما هو بيكون وتر الحاجات دي كلها، بيكون فيها ميه كتير قوي. طب الميه بتيجي منين؟ جايه من الدم، جايه من البلازما يعني، فممكن تدخله في جفاف. تمام. طب هنعمل ايه دلوقتي تاني؟ معلش نركز. هنبدا دلوقتي هناخد البلازما نتكلم عليها، وهناخد الخلايا كل خليه نتكلم عليها، انت فاهمني؟ يعني هناخد البلازما نتكلم عليها وهنقف لحد هنا، يعني هخلص لك البلازما النهارده في الفيديو ده عشان ما يكونش الفيديو طويل، وبعد كده هكمل لك الخلايا. هنتكلم اول حاجه شويه خصائص في البلازما. هيقول لك ده عباره عن فلويد بورشن اوف بلاد، ده الجزء السائل من الدم، والله عارفين بنسبه 55% طبعا. قال لك حجم الدم او حجم البلازما بيمثل 5% من البادي ويت، من وزن الجسم. يعني مثلا انت لو وزنك 70 كيلو جرام، فالبلازما السائل الاصفر او الابيض مسفر اللي في دمك بيعادل حوالي 3.5 كيلو. يعني انت لو وزنك 70 كيلو فالبلازما عندك تمثل 3.5 كيلو، اللي هي 3500 مللي. طبعا مش هقول كيلو يعني، انت فاهمني، هقول 3.5 لتر او هقول 3.5 مللي يعني. 3500 مللي. الكلر اللون لونه اصفر،
فيسكوزيتي اللزوجه بتاعته مرتين زي الميه. يعني ايه كلمه فيسكوزيتي؟ يعني اللزوجه. يعني ايه برضو؟ انا لو انا جبت ميه ودلقتها على الارض هتجري صح؟ هجيب البلازما واضوها على الارض هتجري برضو بس بشكل ابطا شويه عشان هي لزجه. قال لك لزجه مرتين زي الميه. سبيسيفيك جرافيتي يعني ايه؟ يعني الكثافه النوعيه. لقيتها 1030، النسبه دي نسبه ثابته. ايوه يعني ايه برضو؟ انا مش فاهم. دي نسبه الاملاح الموجوده في الدم. البي اتش 7.4، معروفه طبعا. الاوزموتيك بريشر يعني دي الضغط الاسموزي. فهم الحته دي علشان تتكرر كتير وعايزك تفهمها كويس. الايه الاوزموتيك بريشر؟ يعني ايه ضغط اسموزي؟ اكتب عليها كده قوه شفط الميه، القوه اللي بتشفط الميه ناحيتها. اكتب الكلام ده بالعربي الله يهديك. بص كده معايا، انا عندي يا شباب ده كده وعاء دموي، وعندي هنا طبعا ايه الدم، وعندي هنا بلازما، وعندي هنا برضو في ميه، يعني هنا في سائل وهنا في سائل. طيب ايه اللي يخلي الدم ده ما يطلعش بره؟ يعني ما الدم ده ممكن يطلع هنا، او ايه اللي يخلي مثلا الميه اللي هنا ما تجيش جوه؟ قال لك الضغط الاسموزي. يعني ايه ضغط اسموزي؟ حاجات بتشفط الميه ناحيتها. عندك حاجه اسمها كريستالويد يعني الاملاح، كلمه كريستال يعني املاح، كريستالات. الكريستالويد دي قوه شفط الميه ناحيتها 5000 ملي ميركري. قال لك 5000 ايه؟ ملي ميركري. ده رقم كبير جدا 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 جدا. انت متخيل بتشفط الميه ناحيتها بقوه كام؟ 5000 ملي متر ميركري. بس مع ذلك ملهاش لازمه. كلمه كولويد يعني بروتينات، قوه شفط الميه عندها 25 ملي متر ميركري. طبعا انت عرفت ان دي رقم كبير. عايز اقول لك بقى ان الاساس عندي واللي انا بحترمه قوي هو ال 25 بس. هتقول لي ليه؟ هقول لك. الكريستالويد دي قوه شفط الميه ناحيتها عاليه، انا معاك، بس حجمها صغير. ايوه عاوز تقول لي ايه؟ حجمها صغير، سهل قوي انها تعدي في الثقوب اللي موجود. طبعا في ثقوب موجوده في الوعاء الدموي عادي، يعني بقول عليها بورز. بتعدي قوي، تقدر تعدي بسهوله جدا من الوعاء الدموي توصل للناحيه دي وتبدا انها تتعادل. يعني في هنا قوه بتشفط الميه وهي نفسها هنا بتشفط الميه، يعني 5000 قوه، يعني اللي بيشفط الميه هنا هو نفس القوه بتشفط الميه هنا، بيعادلوا بعض من الاخر، فملهاش لازمه. امال مين اللازمه؟ هي دي الكولويد. البروتينات حجمها كبير فما بتعرفش تعدي، فبتدمها في الدم. حلو، دي بقى بتشفط الميه ناحيتها، بتخلي البلازما دي ما تتسربش بره. يعني ما هي الميه ماشيه في الوعاء وممكن تطلع بره، ايه اللي مخليها ما تطلعش؟ الكولويد ده اللي هو الاسموتيك بريشر. شفت بقى حلو ازاي؟ فالاسموتيك بريشر ده قال لك ايه؟ قال لك قوته 290 مللي اسمول. ماشي، مين اللي بيتحكم فيه بقى؟ قال لك انا عندي كريستالويد اسموتيك بريشر اللي هي الحاجات دي اللي هي 5000، وعندي كولويد اسموتيك بريشر اللي هي 25 مللي متر مركري. مين اللي عامل الضغط الاسموزي كله؟ هو الكولويد ده. تمام، ده الحاجه المهمه عندي. طيب هيبدا يفكرك تاني بتركيب البلازما، معلش استحمله. قال لك الكومبوزيشن اوف بلازما فيه 90% ووتر. قال لك هنا 91% ما اختلفناش. 9% حاجات صلبه بقى. ايه الصلب؟ قال لك 7% بروتينات. هتقول لي يا دكتور انت مش لسه قايل لي 7.1 يا عم؟ الحاجه هيقول لك 7، 7.1، 7.4 مش هيفرق معايا. خلاص، اهم حاجه تعرف اللي هو بالجرام مش بالملي جرام، بالجرام. وفي 2% ان اورجانيك سولت زي الصوديوم والبايكارب. طبعا هي لا، هي 2% الباقي بقى. يعني الان اورجانيك سولت ده كان 9، ارجع للنسب الموجوده هناك. يعني تعالى بس جيب لي اهم حاجه البروتينات دلوقتي. انواع البلازما بروتينات، عندك الالبومين والجلوبولين والفايبرينوجين. قال لك الالبومين نسبته 2.4 جرام لكل 100 مللي، الجلوبولين 2.3 جرام لكل 100 مللي، فايبرينوجين 3.1 جرام لكل 100 مللي. بص انا يهمني في الحاجات دي كلها ان تعرف لي ان الالبومين هو اللي نسبته اكتر. الالبومين هو اللي موجود بنسبه اكبر، يبقى مين اكتر بلازما بروتين موجود في الدم اكتر؟ هو الالبومين ده. تمام، لو انت جمعت لي النسب دي 4.8 و2.3 و3 يطلع لك 7.4 جرام لكل 100 مللي. خلاص، هقول لك 7.4، 7.1، 7.1 كلها واحد. تعال بقى نتكلم على مين؟ هنتكلم على الالبومين والجلوبولين والفايبرينوجين. تمام،
طبعا هي باقي السلايدات حوالي 5 6 سلايدات او 7 سلايدات، انا عملتهم لك في جدول واحد بس اللي هو الجدول ده، شايف الحته الصغيره دي، هو لمم لك اللي فات كله. فهقرا معاك السلايدات بعد كده هلم لك الدنيا من هنا ماشي. الالبومين يعني ايه يا دكتور؟ كلمه البو يعني ابيض، حتى في مرض عندنا في الطب اسمه البينيزم يعني البهاق، تلاقي الواد ابيض كده وحواجبه بيضه وكل حاجه فيه ابيض. حرف اي ان، اي حاجه في هتقابلك في المنهج فيها اي ان دي اخرها ان معناها بروتين، عباره عن بروتينات. فالبومين معناها البروتين الابيض، اكتب عليها البروتين الابيض. ده سمول مولكيولار ويت، حجم الجزيء بتاعه صغير 69000. ما يهمنيش 69000، تعرف لو حجم الجزيء الايه صغير، بس خلي بالك هو موجود اكبر واحد، يعني اكبر كميه من الالبومين من البروتين الابيض ده، تمام؟ اكبر كميه بس حجم الجزيء بتاعه حجمه صغير، تمام؟ بيصنع في الليفر، بيصنع في الكبد. وظيفته ايه يا دكتور؟ قال لك هو بيمثل 80 ل 90% من الكولويد اسموتيك بريشر. يعني ايه؟ بص، مش انا بقول لك دلوقتي ان الكولويد ده عباره عن بروتينات، 80% من البروتينات دي عباره عن البوم، نحترمه ولا ما نحترموش؟ ده احنا نحترمه جدا. 98% من الكولويد اسموتيك بريشر، حلو قوي. ولذلك هو مهم في ايه؟ في فورميشن وابسوربشن اوف تيشو فلويد، يعني ومهم جدا ان لو في سوائل هنا زياده هو هيمتصها لك، يعني هيجيب لك الفلويد اللي هنا وياخده عنده طبعا بالكميه الكافيه، يعني هيبقى فاضل لنا فلويد بس زي ما احنا عايزين يعني، خلاص تمام. قال لك هو جدع بقى، يعني الالبوم من ده برضو يعتبر جدع. ليه بقى؟ بيساهم في نقل حاجات كتير، بيساهم في نقل الكالسيوم، في نقل السلفونامايد. ايه السلفونامايد ده؟ دواء انت بتاخده من بره، ولما تاخده من بره بيتنقل لك عن طريق الالبومين. يعني بص بقول لك جدع، حتى حد ما يعرفوش وبيساعده، بينقل لك البلوروبين. والبلوروبين ده مشكلته رهيبه جدا. ازاي؟ البلوروبين ده طالع من جاي من تكسير كرات الدم الحمراء، ولو البلوروبين ده طبعا كرات الدم الحمراء بتتكسر في الطحال، طلع البلوروبين. البلوروبين لو دنه في الدم هيسرح وممكن يوصل للبرين للمخ، وساعتها عارف انت هيخليك البرين ده عجينه، هيبوظه لك من الاخر. طب ما مش ينفع ده يحصل، هنعمل ايه؟ اول ما البلوروبين يطلع من تكسير كرات الدم الحمراء، مين اللي يقول لك انا يا جدعان انا هشيل المسؤوليه كلها؟ هو الالبومين ده، يقول لك ما تلاقوش يا رجاله والله انا هشيل الالبومين وهدني ماسكه في الدم لحد ما اوديه للليفر يتخلص لنا منه، يعني هو بيوديه للكبد يصنع منه حاجات تانية. فهو راجل محترم وجدع الصراحه الالبومين، انا بحترمه، فانت لازم تحترمه انت كمان. هايبو البومينيميا، يعني ايه هايبو البومينيميا؟ كلمه هايبو يعني نقص، تمام؟ البومين اللي هو الالبومين هو ده، ايميا يعني دم، يعني نقص الالبومين في الدم. قال لك كام؟ اقل من 2 جرام في ال 100 مللي. بص هي النسبه اللي فوق كام؟ 4.8 من 10 جرام. لو لقيت الالبومين اقل من 4 من 10، قال لك لقيته اقل من 2 جرام، فده معناه ان هو في نقص البومين في الدم. طب ايه اللي هيحصل؟ مش الالبومين ده هو اللي كان بيشفط الميه ناحيته؟ حلو، الالبومين مش موجود او مش نسبته قليله، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا الميه تتسرب تطلع من الوعاء الدموي. قال لك ايه؟ الفلويد ليف البلاد، السوائل بتسيب الدم وتروح للانترسيشيال سبيس. هي ايه الانترسيشيال سبيس؟ يعني الفراغ اللي ما بين الخلايا، تعمل لك اديمه. يعني ايه اديمه؟ تلاقي ايدك مورمه كده، بس مش مورمه عشان حاجه لا قدر الله وحشه، لا عشان فيها ميه بس. طب ايه اللي ممكن يخلي الالبوم ده يقل؟ مش ده بروتين؟ اي حاجه في منهجنا هقول لك قلت ليه، او هتقول لي والله انت مثلا ما بتاكلش كويس، مش ده بروتين بيصنع في الليفر؟ ويعني هو بيصنع من ايه؟ من احماض امينيه. يعني انت اكلت بروتينات، اكلت حته لحمه وانا هضمتها ودخلت الحاجات دي في الدم، الكبد خدها صنع من البروتينات اللي انت اكلتها بروتين تاني اسمه الالبوم. انت بقى ما بتاكلش بروتينات، بتقول لك انا نباتي، ماشي يا عم البس يا عم لو انتيك، او اللي هي مال نيوتريشن. مال نيوتريشن معناها اكل مش صح، بتاكل نبات بس ما بتاكلش بروتينات، تمام؟ او انت بتاكل كويس وبطنك مفتوحه وزي الفل وحاجه عظمه وما بتقولش حاجه لا، بس للاسف الكبد اللي بيصنع بايظ خلاص، او الكبد سليم وانت بتاكل سليم والكبد شغال وبيصنع البومين، بس للاسف الكليه بايظه، فالكليه بتبدا انها تسرب لك الالبومين، الالبومين يبدا يقع في الكليه وينزل في البول عادي، حاجه بيقول عليها نيفروتيك اكسيستوس، بفقدها يعني. يعني انت ما اكلتش، يعني ما اكلتش لو انتيك،
او ليفر ديزيز، المصنع بايظ، او انا بخسر الالبومين في مكان تاني. بص كده معايا، انا مجمعهم لك ازاي. ده البروتين الابيض، حجمه صغير بس اكتر واحد بيصنع سينثيسز، بيصنع فين يا شباب؟ بيصنع في الليفر، في الكبد. 80 90% مسؤول عن كلويد اوزموتيك بريشر اللي هو الضغط الاسموزي، وبذلك بيحافظ لك على كميه الدم، بيمتص لك السوائل يعني، يخليها موجوده في الدم يعني. وقلت لك اللي هو جدع، بينقل لك حاجات زي الكالسيوم، زي البيلروبين، زي السلفونامايد. فتحترمه. معلومه زياده بقى، دي معلومه زياده يعني، حاجه اسمها الهايبو البومينيميا. هايبو يعني نقص البومين، نقص الالبومين في الدم. لو انت ما اكلتش، لو انتيك او الكبد بايظ او الكليه بتسرب. طيب هناخد واحد كمان اسمه الجلوبيولين. كلمه جلوب يعني كره، واي ان يعني بروتين، ده البروتين القلوي. خلاص، ايه البروتين القلوي ده؟ تعالى نتكلم على طول هنا. بص، ده البروتين القلوي، ده حجمه كبير، ده لارج. خلي بالك الجلوبيولين ده مش بروتين واحد يعني، مش حته واحده بقول عليها جلوبيولين، ده انواع من البروتينات كتير يعني، المفروض اقول عليها جلوبيولينز، فاهمني؟ المفروض يعني عندي في جلوبيولين بقول عليها الفا 1 والفا 2 وفي بيتا وفي جاما. يعني عندي اربع انواعهم. مين بقى اللي بيصنعهم؟ السينثيز. الكبد بيصنع الفا وبيتا، وعندك الخليه اسمها بلازما سيل، خدتها تقريبا في ثالثه ثانوي في شطه المناعه، اللي يعني كانت بتطلع لك الاجسام المضاده، مش البلازما سيل كانت بتطلع لك الاجسام المضاده. ماشي، قال لك البلازما سيل بتطلع البروتين اللي هو اسمه جاما جلوبولين، تمام كده. طب ايه الوظيفه بتاعتهم؟ ترانسبورت، بينقل حاجات كتير قوي وبيرتبط بحاجات كتير قوي. هقول لك بيرتبط بايه. الترانسبورت بينقل ايه؟ الترانسبورت بص كده معايا، هو حجمه كبير، في حاجات انواع كتير، الفا 1 و2 وبيتا وجاما. الالفا والبيتا بيصنعوا في الكبد، اما الجاما في البلازما سيل. الوظيفه بتاعتهم ترانسبورت، بص كده، بينقل، بينقل حاجات كتير، بينقل لايبوبروتين وليبيد. قال لك في ايه اللايبوبروتين والليبيد دلوقتي؟ ودي حاجه صراحه محترمه برضه. الدهون يا شباب، هو انا ينفع هخلط الزيت بالميه ازاي؟ هجيب حته زيت احطها في ميه، هل هتدوب؟ لا. طب انا دلوقتي لو انا جبت ليبيد ودخلتها في السوائل، دخلتها في الدم، ايه اللي هيحصل؟ هتدوب ما تدوبش؟ تبدا تترسب على جدران الشريان ويعمل لك تصلب شرايين وتموت. طب ايه الحل؟ طيب يجي يقول لك الجلوبين ده، يا جدعان انا اي حاجه عاوز تشيلها ومش عارف تشيلها، انا هشيلها لك، هشيل لك اللايبوبروتين والليبيد، هشيل لك الثيروكسين. الثيروكسين ده هرمون بس حجمه صغير، فبسهوله قوي ممكن ينزل في الكليه. فالجلوبين ده يقول لك انا هشيله لك يا جدعان، هشيله ومش هيقع في حته ثانيه. فيتامين بي 12 بينقل لك الهرمون، بينقل لك بيليروبين ستيرويد، ماشي، بينقل فيتامينات وهرمونات. قال لك بينقل البيتا جلوبولين، بينقل لك لايبوبروتين وليبيد، ماشي، وكوليسترول. بينقل اير، بينقل حديد. بص كده معايا، بقول عليها ترانس فيرين. كلمه ترانس يعني ناكل، فيرين يعني حديد، يعني البروتين اللي بينقل الحديد بقول عليه ترانس فيرين، ناكل الحديد. او بينقل كبر، نحاس، فبقول عليه سيرو بلازمين. كلمه سيرو يعني نحاس، اللي بتاع اللي بينقل النحاس في البلازما، بقول البروتين اللي بينقل النحاس في البلازما بقول عليه سيرو بلازمين. اي ان يعني بروتين، بلازمين بلازما، بروتين بينقل النحاس في البلازما. يبقى هو بينقل، يبقى وظيفه عنده اول عمليه، عمليه النقل، بينقل حاجات كتير زي ما انت شايف كده، وبيرتبط. تخيل هو بيرتبط وانت لسه ما ارتبطتش لحد دلوقتي، مفيش مشكله. بيرتبط بايه تاني؟ بيرتبط بايه؟ قال لك بيرتبط بفيتامينات زي الفيتامين اي والدي والكي، اللي هي كلمه اديك دي. خلي بالك الفيتامينات دي حجمها صغير قوي، فبسهوله قوي تنزل في الكليه. يعني انت، هقول لك على حاجه، الفيتامينات جسمك مش بيصنعها، فعلشان تدخل فيتامينات لازم تاكل اكل من بره. وانت الحمد لله في الغرور اللي انت جبته ده، رحت جبت شويه خس وشويه جرجير ودخلت شويه فيتامينات. الفيتامينات دي بقى حجمها صغير، بسهوله قوي تنزل في الكلى. طب ايه الحل؟ طيب يجي ويقول لك الجلوبولين ده، يا جدعان انا الحل عندي كله، هعمل لك ايه؟ اعمل حاجه، همسكهم، هرتبط بيهم واخليك تستفيد بيهم اكبر استفاده من الاخر. خلاص، قال لك ايه؟ نوت بي فلترد في الكدني، ما بينزلوش في الكلى. الحاجه كمان البروتين بيرتبط، يعني البروتين ما شاء الله عليه مش ساب حد في حاله. بيرتبط بمين؟ بيرتبط بالهرمونات. قال لك از ستيبل هرمون ستور، بيكون ده يعتبر مخزن للهرمونات ثابت. يعني ايه مخزن للهرمونات ثابت دي؟ بص، انا دلوقتي الغده صنعت هرمونات كتير،
طبعا الهرمونات الكتير انا كتير دي انا مش محتاجها، فببدا نسبه صغيره تروح تشتغل. طب كميه الهرمونات الزياده واللي انا مش محتاجها دلوقتي بروح ماسكها على الجلوبولين ده، خلاص دلوقتي انا لظرف ما حصل ظرف طارئ واضطريت ان انا استخدم الهرمونات دي، هل هروح للغده اقول لها يا عم يا ست الكل بعد اذنك بسرعه صنعي لي شويه هرمونات علشان انا محتاجهم ضروري؟ لا، اروح للجلوبولين ده يا عم الحاج سيب لي شويه، سيب لي الهرمونات دي. فقال لك انا بشتغل يعني بيعتبر ده كمخزن ثابت للهرمونات، ستيبل هرمون ستور. قال لك بين الحاجات كتير بيرتبط بالفيتامين اي والدي والكي علشان ما ينزلوش في الكليه، بيرتبط بالهرمونات عشان يقوي المخزن ليه. هنتكلم دلوقتي على الايمينو جلوبولين، مش بقول لك البلازما دي بتطلع لك الجلوبولين، البلازما دي بتطلع لك الجاما جلوبولين اللي هي الاجسام المضاده، معلومتين عليهم كده. قال لك ايه على الاجسام المضاده؟ قال لك الاجسام المضاده كل الاجسام المضاده عباره عن جلوبولين طالعه من البلازما سيل اللي هي كلمه ماجد اللي هو اي جي ام واي وجي واي واي ودي، هي دي اي ودي مكررهم يعني مش مهم. معلومه كمان بقول لك، النيو بورن الواد اللي لسه مولود بيكون محمي بالماتيرنال جلوبولين اميونو جلوبولين اي لغايه سن 6 ل 9 شهور. بصوا يا شباب، الواد دلوقتي المولود ما بيكونش عنده اجسام مضاده، خلاص. طيب قال لك الاول 6 شهور من حياته بيكون محمي بالاجسام المضاده اللي موجوده في لبن الام. يعني شايف انت حتى مامتك بتحميك بعد ما اتولدت، بعد ما اتولدت يعني هي كانت بتحميك وهي انت في بطنها، وبعد ما اتولدت هي برضه لسه بتحميك بالاجسام المضاده بتاعتها ان هي بترضعك، والرضاعه دي اللبن ده اللي هو الكوليسترول فيه اجسام مضاده اللي هو الاميونو جلوبولين اي، وده حميلك بيحميك من الانفكشن، بيحميك من العدوى. اخر واحد معانا اسمه الفايبرينوجين، كلمه فايبر يعني خيط، تمام. اي ان يعني بروتين، جين يعني مخلق، ده البروتين المخلق للفايبر، بروتين مخلق للخيوط. انا بحتاج الخيوط دي في حاجات كتير يا شباب. انت دلوقتي نزفت، تمام، فانا بحتاج اعمل شبكه من الخيوط بحيث اسد النزيف اللي حصل. طب مين هروح لمين؟ هروح لده يا عم الحاج جيب لي شويه خيوط اعمل منهم شبكه، انت فاهمني؟ انا ده بصنع في الليفر، خلي بالك ان هو حجمه كبير جدا 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 جدا، ده اكبر حاجه في البروتينات، ولذلك بيعمل لك بلازما فيسكوزيتي. يعني مش انا بقول لك لزوجة البلازما مرتين زي الميه؟ ايه اللي بيخلي البلازما لزجه؟ ايه اللي بيخلي البلازما تمشي بالعافيه تتحرك بالعافيه؟ هو الفايبرينوجين ده. خلي بالك السؤال ده جه السنه اللي فاتت في الكوزات، قال لك ايه المسؤول على البلازما فيسكوزيتي؟ ايه اللي بيخلي البلازما تمشي بالعافيه؟ اكيد اكبر حاجه فيها، اكبر حاجه موجوده في البلازما هي اللي مخليها تمشي بالعافيه، لا الفايبرينوجين. طب لو قلت لك ايه المسؤول على البلاد فيسكوزيتي، لو قلت لك البلاد كله، ايه الحاجه اللي مخليه البلاد كله لازق؟ هتقول لي اكبر حاجه فيه اللي هي ايه؟ كرات الدم الحمراء. يبقى بلازما فيسكوزيتي فايبرينوجين، بلاد فيسكوزيتي، كرات الدم الحمراء. هيبدا يقول لك جنرال فانكشن على البلازما بروتين، هيبدا يكررك نفس الوظائف اللي احنا اللي انا قلتها لك تاني، بس ايه بشكل هيكررهم تاني. يعني قال لك عمليه نقل دفاع ريسيرف للبادي بروتين، مخزن للبروتينات الموجوده في الجسم، اوزموتيك بريشر ضغط الاسموزي، بيعمل لك فيسكوزه البلازما كلوتنج اللي هو تجلط الدم اللي هو بتاع الفايبرينوجين، ده بتاع الفايبرينوجين، ده بتاع الالبومين كله عادي، ده بتاع الترانسبورت الفايبرينوجين الالبومين والجلوبولين، والديفنس ده في الدفاع اللي هو الاميونوجلوبولين. بص كده هيمسكهم لك واحده واحده. وظائف البلازما، برودكشن اوف افكتيف اوزموتيك بريشر اللي هو هيشرح لك اللي انا لسه شارحه لك دلوقتي اللي هو ده، يقول لك الكلود ما بيعديش فعلشان كده بدونه موجود في البلازما، موجود في الدم ويخلي الميه حواليه، تمام، اللي هي 25 ملم ميركوري، وده بيحافظ لك على حجم الدم والحجم اللي موجود بين الخلايا ثابت. اللزوجه اهم حاجه في اللزوجه مين؟ الفايبرينوجين، اوعى تنساها وهتعيال. خلي بالك ان الدم في الاطراف لزج، عامل لك مقاومه شويه في الاطراف. يعني قال لك ولذلك بيحافظ على حاجه اسمها دايستوليك بلاد بريشر. يعني ايه بلاد بريشر؟ يعني ضغط الدم. طب يعني ايه كلمه دايستوليك؟ دايستوليك دي اقل ضغط دم عندك، مش دايما بتسمع 120 على 80؟ ايه 120 دي؟ دي اعلى ضغط دم. طب 80 اقل ضغط دم، طب مين اللي بيعمل كده؟ هي البلازما بروتين. بافرنج فانكشن، يعني ايه كلمه بافرنج؟ حاجه بتعادل التغيرات في البي اتش. دلوقتي البي اتش بتاعك بتاع الدم هيبدا ان هو يتغير،
سواء هيتجه للكلوية هيتجه للحامضية. البروتينات دي بقى بتواجه التغيرات دي. يعني مثلا انت دلوقتي بتروح الجيم وراجل بتاع بقى ماصل وعامل لي كمية تمارين رهيبة، تشكر والله وحاجة محترمة جدا يعني، بس الإجهاد اللي بيحصل ده كله بيخلي العضلة تطلع كمية أحماض رهيبة، حاجات أحماض قوية، حاجة اسمها لاكتيك أسيد جسمك هيطلعها، كده هيخليك البي اتش بتاع الدم حمضي. طب إيه اللي هيحصل؟ هنسيبها يعني يبقى حمضي؟ أوعى، مشكلة. نعمل إيه؟ يروح جايبين البروتينات اللي موجودة في البلازما دي تديك حاجة اسمها صوديوم بروتينات، مادة كلوية. مش الكلوي بيعادل الحمض؟ جسمك طلع حمض، طب ما هو هيتحول بقى الكلوي يعادل لك الحمض ده. طيب تخيل معايا لو جسمك صنع مادة كلوية، مادة كلوية ضعيفة اللي هي الصوديوم لاكتيت، كده كده أصلا الكلوي دايما ضعيف، صنع لك صوديوم لاكتيت مادة كلوية، فنفس البروتينات دي، نفس البروتينات دي تحول لك لحمض بروتينيك أسيد، هو حمضه ضعيف بيحاول بحيث إن هو يواجه الإيه المادة الكلوية اللي طلعت عندك. قال لك البلازما بروتين بتساهم في مقاومة التغيرات في البي اتش ده بمعدل 5% بس، بمعدل 15%، يبقى أكيد في حاجة تانية بتقاوم التغيرات في البي اتش بنسبة كبيرة جدا. يعني في 85% في حاجة بتعمل بتقاوم التغيرات في البي اتش بنسبة 85%. أنت لازم تاخد بالك حاجة زي كده، وهي الهيموجلوبين، هناخدها بعدين إن شاء الله. خلاص، قال لك أثناء الماسكول اكسرسايز أثناء الرياضة اللاكتيك أسيد بيطلع كتير قوي من العضلات المنقبضه في السيركيليشن، طبعا فلازم البروتينات تديك ماده كلويه تعادلها يعني. كلوتنج بلاد، طبعا قلت لك لو قطع عملت نزيف فبروح الفايبرينوجين يعمل لي مين؟ اعمل له شبكه من الخيوط اسد بيها الدم، اسد بيها الايه؟ الحاجه اللي انت عملتها. البروثرومبين نفس الحوار، بروثرومبين يعني قابله، ثرومب دي يعني جلطه، اي ان يعني بروتين. البروتين ما قبل الجلطه، يعني انا عاوز اعمل تجلط في الدم. بروح لشويه بروتينات كتير من الفايبرونجين والبروثرومبين برضه. ديفنس فانكشن وظيفه دفاعيه اللي هي الجاما جلوبولين اللي هي الاميونو جلوبولين يعني، والانتي بودي الاجسام المضاده. مينتين النورمال كابيلاري بالميابيليتي، يعني بيحافظ على نفاذيه الكابيلاري. بص كده لو دي كابيلاري اهي وعدم اهو، فهنا في اصلا ثقوب، يعني هنا في ثقوب وبورز كده خلاص. طيب هل البورز دي هسيبها مفتوحه؟ مش ينفع كده اي حاجه رايحه جايه براحتها يعني. فقال لك لا، في شويه بروتينات واقفه هنا، عارف انت زي ممكن في شبابيك، شبابيك هنا، هل اسيب الشبابيك مفتوحه؟ لا، بعمل لها ضرفه، بعمل لها بص كده ضرفه كده، يعني بعمل لها ضرفه، بسم الله، ضرفه اهي، ضرفه كمان، ضرفه كمان. الضرفه دي بحيث لو انا حابه اسد الثقوب اسدها، مش عايز ما اسدهاش خلاص. قال لك دي بتقفل لك الثقوب، يعني تسدها لك يعني، كانك حاطط اسمنت يعني، تمام؟ فهيقلل لك البلازما بيرميابيليتي خلاص، فهيقلل لك ايه النفاذيه. طب تخيل معايا كده لو البلازما بروتين قلت، لو ما فيش البلازما بروتين دي، طبعا الدرف دي هتكون الشبابيك دي هتكون مفتوحه على البحري واللي يدخل ويحصل براحته يعني. يعني لو حصل ديمنش دي يعني نقص في البلازما بروتين هتزيد النفاذيه. قال لك اكت اس كارير بيحمل شويه هرمونات زي الثيرويد هرمون، جناد الهرمون، الهرمونات اللي طالعه من الجناد من الغدد الجنسيه، الادرينو كورتيكال من الغده الكظريه اللي هي الغده اللي فوق الكلويه، ميتال ايون بتشيل شويه معادن زي الحديد والنحاس والكالسيوم واليود، وجزيئات تانية زي الفاتي اسيد اللي هو الاحماض الدهنيه، الدهون اللي انت بتاكلها، والامينو اسيد الاحماض الامينيه اللي انت اللي جايه من البروتينات، وانزيمات وبليروبيت، وبتمنحهم ان هم ينزلوا فين؟ ينزلوا في اليورين في البوليا. بتنقل لك ثاني اكسيد الكربون، الخلايا دلوقتي اشتغلت كويس جدا وطلعت كميه ثاني اكسيد الكربون رهيبه. طيب ما هتعمل ايه بثاني اكسيد الكربون اللي طلعته؟ ترميه في الدم، والدم هياخد ثاني اكسيد الكربون يوديه للرئه، والرئه تطلعه بره. بروتين ريزيرف اللي هو كانه برضو لو انت جسمك دخلت في مجاعه، دخلت في مجاعه وانت ما بتاكلش حاجه خالص وجسمك محتاج بروتين، طب هتعمل ايه بقى؟ يبدا هو ياخد البروتينات الموجوده في الدم دي والخلايا تكسرها، هو انت خلاص انت ما بتاكلش خلاص، هتعمل ايه؟ تبدا تاكل تبدا تاكل في نفسك، هتاكل ايه؟ بلازما بروتين. قال لك دي تعتبر كايه؟ كريسيرف، كمخزون ممكن نستخدمه يعني. هقف لحد هنا عشان المحاضره ما تبقاش طويله، انا ماشي خطوه خطوه وبراحه وعلى مهلي خالص وبترجم كل كلمه، عشان عارف ان المحاضرات الاولانيه دي بتبقى رخمه وانت بتكون ايه حابب تفهم كل كلمه بالتفصيل.
لو انت في حاجه واقفه معاك او في حاجه مش واضحه بالنسبه لك ادخل كلمني وعادي، ما تقلقش والله خالص، كل كلمه حرفين هتبقى سهله، ما تقلقش باذن الله، والدنيا سهله وبسيطه والله، مش زي ما انت مصعبها على نفسك. استعن بالله كده واعمل اللي عليك، وربنا يوفقكم يا رب والله، وتحققوا الكل اللي بتتمنوه. اتمنى لكم الخير والله، ومع السلامه.